دكتور محمد، أعتذر منك وأسمح لي بأن نذهب لمتابعة هذه الصور التي نشرتها سرايا القدس فلنتابع. إذن هذه الصور نشرها الإعلام الحربي لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وهي لصور تقول إنها حطام طائرة بدون طيار من نوع سكاي لارك اسقطتها في سماء المنطقة الوسطى. هذه الصور نشرها الإعلام العسكري لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. دكتور محمد، أعود إليك بهذه الصور والحديث هنا عن تطور قدرات المقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، كيف تتابع هذه الصور؟ يعني المقاومة واجبها